حمزة مراسلة شبكة شام من دمشق. أهلا بك شام معنا. بداية، ما هي المعلومات عن تفجير القاعدة الجوية في جبلة؟ هل من تفاصيل حول طبيعة هذا الحادث؟ نعم أخي، السلام عليكم. يعني حتى هذه اللحظة المعلومات شحيحة التي وصلتنا عن تلك المنطقة والانفجار الذي استهدف القاعدة الجوية في منطقة اللاذقية بمنطقة اللاذقية والجبلي. يعني هذه المعلومات وصلتنا عن انفجار ضخم يعني هز القاعدة الجوية في منطقة اللاذقية، فيما خرجت يعني بعض من المنظمات الإسرائيلية وبعض الصحف لتقول أنها تبنت هذا التفجير، ولكن حتى هذه اللحظة ضرب الأنباء يعني عن ذلك التفجير، سواء كان جيش حر أو قاعدة إسرائيل أو يعني منظمة إسرائيلية أو طيران الإسرائيلي استهدف تلك المنطقة. إحنا اتجهنا يعني لباقي مناطق يعني الريف الدمشقي والعاصمة دمشق والقصف العنيف المستمر برجمات الصواريخ والهاون. نتحدث اليوم عن 3 شهداء في منطقة الحجر الأسود جراء استهداف ناقلة لنقل الركاب في تلك المنطقة. نتحدث عن قصف عنيف مستمر على الحجر الأسود الضامن على العسالي القابون الحجر الأسود. اليوم في العسالي شهيد، في منطقة مخيم يرموك شهيد. اليوم في منطقة القدم الجيش الحر يعني تمكن من عطف دبابة وتدمير بعربة BMB وقتل عدد كبير من الشبيحة وقوات النظام في الاشتباكات الدائرة في منطقة بورسعيد. اليوم في منطقة القابون الاشتباكات في محاولة لاقتحام تلك المنطقة من جهة صالة المهند. اليوم منطقة برزة جيش يعني الجيش الحر تمكن من استهداف حي يعني مشفى تشريع العسكري، وذلك المشفى الذي تحول إلى سكن لعسكري لقوات النظام. نتحدث اليوم عن الريف الجنوبي من العاصمة والوضع المزري، الوضع الإنساني الذي يعاني من حصار خانق، قصف عنيف في رجمات الصواريخ والهاون. أكثر من 600,000 شخص محاصرين تماما في مناطق الجنوبية من العاصمة. قوات النظام وميليشيات حزب الله ولواء الفضل العباس أعلنت يوم أمس يعني بدء النفير العام لاقتحام جميع المناطق الجنوبية من العاصمة. قصف عنيف استهدف منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة حجار الولد ومنطقة يلدا. ارتقى شهيدين في منطقة يلدا البويضة، حتى هذه اللحظة القصف مستمر. نعم يعني شام، بالنسبة لحمص كيف تصير الأوضاع هناك؟ نعم أخي، يعني منطقة حمص قصف عنيف برجمات الصواريخ والهاون يعني كان منذ الصباح الباكر على قلعة الحصن وبلدة الزارة والوعر. يعني الوعر حي الوعر المعروف في الاكتظاظ السكاني اللي يعني أكثر من 100,000 شخص يعني في تلك المنطقة. نتحدث عن منطقة الزارة يعني الآن أنا يعني في مداخلة معكم، والقصف بالطيران الحربي يعني على منطقة الزارة يعني مستمر من أكثر من 4 طائرات للطيران الحربي على تلك المنطقة. نتحدث عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر كانت في منطقة يعني الزارة وفي منطقة الوعر. نعم، أشكرك جزيلا شام حمزة مراسلة شبكة شام، كنت معنا من دمشق.